أصدقائي، اليوم حلقتنا راح تكون عن diversity visa، يعني اللوتري. إذا كثير من عندكم طلب أنه أسوي حلقة عن هذا الموضوع وشنو آخر المستجدات بخصوص فيزا اللوتري، لهذا اليوم راح أقول الشغلات الجديدة بيها، لكن كل هذا راح تعرفوه بعد ما تتفرجون الحلقة كلها وتشاركون بالقناة وتفعلون الجرس ولا تنسون اللايك وتشاركون هذا الفيديو ويا الباقي. خلنا نبدأ. التسجيل في لوتري عام 2024 يبدي في 16 من الشهر العاشر إلى 9 من الشهر 11 من هاي السنة. تمنح حكومة الولايات المتحدة 50,000 جرين كارد كل عام للأفراد من دول ذوات معدلات منخفضة في الهجرة إلى الولايات المتحدة. أهم تغيير في اليانصيب القادم هو أن جواز السفر ساري المفعول لم يعد مطلوباً، يعني ما يردو. البلدان التغيير الثاني، البلدان التي لديها أكثر من 50,000 مهاجر على مدى السنوات الخمس الماضية غير مؤهلة، ولا تخافون الدول العربية والعراق كلهم مؤهلين للشمول diversity فيزا. للتسجيل في يانصيب 2024 يجب أن تمتثل لأحد المطلبين التاليين: أولاً، لازم تكون كملت تعليماً ثانوياً، يعني مدة الدراسة تكون 12 عام من التعليم الابتدائي والثانوي، يعني يا إما هذا المطلب أو المطلب الثاني اللي يقول خلال السنوات الخمس الماضية يجب أن تكون قد عملت في إحدى المهن، أي مهنة كانت، لكن يكون عندك إثبات أنه عملت فيها لمدة خمس سنوات. مثلا إذا كنت تعمل كاشير أو تبيع بمحل لازم تجيب لك إثبات. هذا الإثبات راح ينطلب منك من الموظف القنصلي اللي راح يجري المقابلة معك بعد اختيار اسمك. شوفوا على كيف داحجي في اللوتري، طبعا بعد ما يطلع اسمك باللوتري، لأن مثلا إذا كنت ذاكر معلومات معينة في استمارة اللوتري ما تتطابق مع الواقع أو مع إثباتك أو ما عندك إثبات، فالقنصل راح يرفضك حتى لو طلع اسمك باللوتري. لكن أولاً وأخيراً مقابلة القنصل هي اللي راح تخلي سفرك مؤكد. إذن الأوراق الثبوتية تحتاجها فقط أثناء المقابلة وليس عند ملء الاستمارة. وهسه نروح للأسئلة اللي كثير يسألوها. السؤال الأول، هل يمكن للزوجين تقديم طلب اليانصيب يعني اللوتري بشكل منفصل؟ نعم، يجوز لكل من الزوجين تقديم طلب diversity visa، وإذا تم اختيار أي منهما فسيكون للآخر أيضا الحق في الحصول على بطاقة الإقامة يعني الجرين كارد. لذلك إذا كنت متزوج يمكنك مضاعفة فرصك في أن يتم اختيارك في diversity visa عن طريق تقديم طلب واحد لكل منكما وإدراج الشخص الآخر كزوجتك أو زوجك. السؤال الآخر يقول، هل يمكنني تقديم أكثر من إدخال في برنامج اللوتري؟ الجواب، يسمح القانون الذي يحكم برنامج الهجرة اللوتري بإدخال واحد فقط لكل شخص خلال كل سنة، كل السنة يعني هاي السنة بس مرة واحدة سجل، ويتم استبعاد الأفراد الذين يقدمون أكثر من إدخال واحد من اللوتري، حيث تستخدم وزارة الخارجية الأمريكية تقنية معلومات متطورة لتحديد الأشخاص الذين يقدمون طلبات متعددة لقرعة اللوتري خلال نفس السنة. السؤال الآخر، كم عدد التأشيرات التي يتم توزيعها على كل دولة؟ الجواب، يتم توزيع التأشيرات على 6 مناطق جغرافية مع عدد أكبر من التأشيرات التي تذهب إلى المناطق ذوات معدلات هجرة منخفضة، ولا توجد تأشيرات تذهب إلى البلدان التي أرسلت أكثر من 55,000 مهاجر إلى الولايات المتحدة في السنوات الخمس الماضية، ومثل ما ذكرت الدول العربية ما مشمولة بهذا الشيء. لا يمكن لدولة واحدة أن تحصل على أكثر من 7% من تأشيرات التنوع المتاحة في أي عام. الكثير يسألون إيش عجب ألغوا يعني حاجتهم للجواز.
السبب هو أنه صار خلل في إدخال المعلومات، خلل إداري، لهذا القاضي قال أنه هاي السنة ما رح نعتمد على الجواز، لكن جواز السفر مطلوب سواء هسه أو بعدين، لأنه بالتالي راح تحتاجه على مود إجراءات السفر، فأكو كثير أصلا لازم يحضروا قبل الوقت وتكون معلومات مطابقة للمعلومات اللي طبعا تنكتب بالاستمارة وراح تحتاجه حتى تكون كل شيء محضر كامل ومكمل. وشغلة ثانية، أكو هواية يستغلون هذا الشيء، إنه يقول لك أنا أدخل أسجل أكثر من مرة باللوتري وبأسماء متعددة حتى تكون فرصي أكثر، فهذا الشيء لا تسووه، لأنه أول وتالي هو عندهم نظام بالكمبيوتر أو في نظام إدخال المعلومات يعرفون إنه هذا الشخص نفسه وأدخل المعلومات مالته بأشكال مختلفة أو بصور مختلفة، والصورة لازم تكون حديثة، يعني مو تروح تجيب صورة مال العام، لا دائما يحبون صور جديدة، لأنه أيضا النظام مال الكمبيوتر مالتهم أيضا يعرف بهذا الشيء. بعد شنو بالله؟ اي سؤال عندكم اقدر اجاوبه، وراح ادز لكم ايضا اكتبه باول تعليق الرابط مالتهم، يعني مال هاي المعلومات كلها اللي حاب يعرف اكثر معلومات اكثر عن هذا موضوع اللوتري، واتمنى لكم الحظ السعيد من تسجلون معلوماتكم وذكروني بالخير ان شاء الله. وشغله ثانيه، لا تنسون الاشتراك بالقناه ولا تنسون اللايك وتشاركون هذا الفيديو مع الاخرين حتى يستفاد منه أكبر عدد من الناس، وما بقى لي غير شيء غير أنه أقول لكم تشاو تشاو.